الحلقات ال 17 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان 2024 كان فيها أحداث مشوقة جدا، خصوصا في الكبير الجزء الثامن، كمان الحلقات الثانية من مسلسل بقينا اتنين لشريف منير وبدون سابق انذار لآسر ياسين. تعالوا نشوف مع حضراتكم ملخص لأهم أحداث حلقات امبارح. الحلقات ال 17 من مسلسلات الدراما الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة، البداية مع مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن، في الحلقة 17 فروحة أو دنيا سامي اتغزلت في جوني ووضحت له إنها معجبة بيه، وصرحت لمربوحة بنت عمتها إنها بتحب جوني وعاوزة تتجوزه. واتكلم جوني مع مربوحة بإنه عايز يفتح مشروع جديد وطلب منها تقنع الكبير، وشهدت الحلقة أيضاً محاولة فروحة لإقناع العترة إنه يسرق لابتوب المدرسة علشان يعدل نتيجته في الامتحان. طب أنا عندي فكرة جهنمية. إيه؟ مش أنا وجوني توأم؟ يعني الناس بيتلخبطوا فيني، هقول أنا جوني اللي نجحت وهو عترة اللي سقط، أنا أطلع المصيف وهو ياكل العلقة المتينة. شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بقينا اتنين تصدر أدهم أو شريف منير وياسمين رانيا يوسف الترند على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج طلقها في الضلمة. وشهدت الحلقة خناقة بين ياسمين وبنتها ريم بعد ما طلاق الأم اتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا اللي غلطانة. لا يا مامي، هو أنا اللي غلطانة فعلا، إن أنا اتصرفت زي أي بيت عادي، الناس بتعمل لبعض فيه مفاجآت، وأدينا كلنا اتفضحنا الحمد لله. شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة محاولة من فراولة لإقناع والدها ببيع الشقة اللي ورثتها من والدتها لكنه رفض. في الحلقة كمان عرض العميل الصيني يانغ شراء شركة الفنانة شيماء سيف اس اس بكل محتوياتها لتشغيلها في الفترة اللي جاية تحت إدارته. نعم؟ أريدك أن تعملي معي بشكل حصري يا اس اس، بالعربي أريد شرائك بالمكان بالعاملين فيه، ما رأيك؟ في الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد، بدأت الحلقة بذهاب مروان أو آسر ياسين لمعمل التحاليل عشان يتأكد من حقيقة نسب ابنه، وبيكتشف إن عمر مش ابنه، وبيقرأ مروان المحادثات اللي بين زوجته ليلى وصديقها شريف، وبيواجه مروان زوجته ليلى في إنها بتخونه وإن عمر مش ابنه. وبعد إعادة التحاليل بتكتشف ليلى برضو إن عمر مش ابنها ولا ابن مروان جوزها. ممكن مقص؟ تحت أمرك يا فندم. شهدت الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده. جه في الحلقة إن مصطفى ابن مختار أبو المجد انتحل شخصية رجل في عمر 32 سنة وتعرف على بنت من خلال حساب على موقع فيسبوك بصورة والده، وهنا راحت بسنت لبيت مختار لاعتقادها إنه مصطفى أبو المجد، لكن اتفاجئت بالحقيقة وإن مصطفى طفل عنده 8 سنين. هو الفضول هو اللي جابني لحد هنا عشان أشوف مصطفى، بس هو أنا حقيقي دلوقتي بقى عندي فضول من نوع تاني خالص. توالت الأحداث في الحلقة 17 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج. اقتحم طارق عيادة دكتور أدهم، وده في الوقت اللي كانت قاعدة معاه صدفة، وأخدها طارق ومشي. كمان شهدت الحلقة إن فؤاد كشف لهالة زوجته إن بنتهم فرح بتتعاطى مخدرات، واكتشف مدرس في المدرسة معاها كيس مخدرات وهو اللي أبلغه، وتشاجرا سوياً حول مين السبب في ذلك، واتهمت هالة صدفة أو ريهام حجاج إنها سبب في كل ما يحدث لبنتها. ما انت لو ما خلصتنيش منها هنرجع للاوبشن الاولاني، هتطلقني وتتنازل عن كل حاجه ليا. احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا بنتكلم في ايه دلوقتي وانت بتتكلمي في ايه؟